السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنويه على موضوعنا السابق اللي هو كوستمرز بالبوكس بلوت، يعني تخصيص أو يعني مربعات الرسم بطريقة البوكس شارت، اللي هذا ناولناه بالمحاضرة السابقة. قلنا هي عبارة عن مشكلة واجهتنا، هاي اللي تمثلنا مثل ما نقول احنا السيتي أو البيزن مال منطقة الدراسة. هنا دا يلاحظ مثلهن خلال المواسم، 3 مواسم عنده، اللي هو الموسم الرطب والموسم الجاف والسنوي. فاحنا شو نريد اليوم حنطبقه حتى نعرف شلون نطبق هذا الشيء. راح اسوي لكم تنفيذ كامل امامكم بالتفصيل ان شاء الله، حتى ايضا يكون يعني كل ما تكثر الفيديوهات عن نفس الموضوع راح يكون اسهل وابسط. نجي اليوم على بياناتنا. انا هسه الفيديو السابق اشتغلت لكم رينفول، اليوم راح اشتغل تمبرتشر. فاجي هسه هنا يعني مخزنتين سبيشال ديستريبيوشن of annual and seasonal، اروح على temperature. انا اريد شنو؟ اريد البوكس بلوت. انا مسميتهم ذني البوكس رينفول والبوكس تمبرتشر. البارحه احنا اشتغلنا البوكس رينفول، اليوم اجي اشتغل البوكس تمبرتشر. افتح اكسل اسميه تمبرتشر، تمام عيني. اجي هاي البيانات الموجوده بي، طبعا بيانات المطر، فراح اغير الناس نقطه نقطه. اجي شنو اسوي؟ شي يمثل لك هذا؟ مالك علاقة بهاي الرسومات اللي هناية. هسه ننتقل لهنا. هذا مسميته ويت 1، يعني اقصد بالويت سيزونال 1 للبيزن الاول. الان عندي 4 بيزنات، هاي منطقة دراستي كانت، فلانه منطقة واسعة وكبيرة فتتكلم انه لازم اني اقسم منطقة الدراسة، فقسمتها الى 4 بيزن، سب بيزن 1، سب بيزن 2، سب بيزن 3، سب بيزن 4، تمام. فكل سب بايزن يحتوي على عدد من المحطات المناخيه. هاي لاحظ هسه عند السب بايزن 1 تقريبا ب 4 أو 5 محطات مناخيه، السب بايزن 2، السب بايزن 3، السب بايزن 4. هاي دراستي تناولت من يا سنه ليا سنه، تناولت اني عندي يعني بالنسبه لي من 1981 الى 2021. اجي شنو اسوي؟ اروح على هاي، ما لكم علاقه بهاي البيانات، راح اغيرها. اروح على السب بايزنات مالتي. وين السب بايزن خاصة بمنطقة الدراسة؟ مو قلت لكم انا هسه كل سب بايزن بي عدد المحطات المناخية؟ اروح على السب بايزن. انا هاي السب بايزن الاول مثلا بالمحطات المناخية، لاحظ راح يفتح امامك حتى تعرف. هذا جانوري فبروري، هذا الجانوري هو عبارة عن افرج. كان السب بايزن الاول كم محطة بي عندي؟ 1 2 3 4 5، عبارة عن افرج الجانوري مال 5 محطات. الفبروري عبارة عن افرج يعني مال 5 محطات. المارش كذلك الى ان اطلع الانوال. فانا هسه ايش اريد؟ اريد هسه لحد الان احسب الويت بالبداية. انا هسه العفو هذا المين تمبرتشر، هسه نجي على البريسبيتيشن، على التمبرتشر ذاك البريسبيتيشن. فهسه نرجع نفس الشيء. هسه ايش عندي انا هنا؟ أنا هاي طبعا هاي السنوات من 1981 الى 2021. نجي هناي جانوري فبروري مارش، فهذا الجانوري مو جانوري مال محطة وحدة، مال 5 محطات الموجودات بالبيزن الأول، تمام عيني. وهكذا نجي أنا مو بعد ما كملتن أطلع السنة ومالتهن، أختار الدراي سيزون وأختار الويت. الدراي سيزون وين والويت سيزون وين، تمام عيني. الدراي يعني حسب الأشهر يعني المصين بها الووتر ريسورس، إنه الدراي مثلا يبلش من الأبريل إلى الأكتوبر بالنسبة للتمبرتشر، لكن بالبريسبيتيشن من أبريل، من أبريل إلى سبتمبر، يعني هالشكل. الويت راح يشمل لك 3 من هنا و3 من هنا، بعدين تطلع لهن أفرج واحد. فهسا أنا أجي على هذا الويت سيزون 1 ويت سيزون 2، لازم أطلع النهائي لأن ما مطلعته هنا. لأن هذا شوف لاحظ هذا شو يمثل لك، هذا لاحظ هناي يمثل لك شنو المحطات منين لمنين، تمام عيني. تلاحظ من هاي المحطة الى هاي المحطة. نجي لبعدها، يعني هذا يقول لك انه تسلسل المحطات من C6 الى كذا، تمام عيني. هذا الويت سيزون 2، فشنو اسوي؟ اروح اطلع الافرج مالته لان انا احتاج 1. فهسه ايش اسوي؟ اروح اطلع الافرج مال الويت سيزون. فهسه مثل ما تلاحظ طلعت الافرج مالتهم اللي هو هذا، عبارة عن هذا زائد هذا، لان يعني الاثنين اريد المعدل النهائي. اخذ هذا النهائي مال البيزن الاول الويت، اخذه اسوي له كوبي. وين اروح اخليه؟ اخليه بالويت هاي التمبرتشر هناي، تمبرتشر اكسل.
هذا التمبرتشر هنا، هذا شيت 1 شيت 2. هاي اروح ارجع افتحها مرة ثانية. هاي special distribution temperature، هذا temperature data. العفو انا ما اريد التمبرتشر داتا، العفو عذرا، اريد البوكس بلوت. فهذا تمبرتشر عنده اشتغل البوكس حتى امثل لك هذا الرسم. فتجي هنايا هذا مجرد ما تاخذه تقول له كوبي، تكمل باقي العناصر هالشكل. هسه هذا الويت الاول مال الصبيزن الاول، اروح لهنايا وين هذا هنايا، هذا الويت الاول درجات الحرارة، فأكيد يختلف. تمام عيني، هذا اللي تلاحظ هنا هي عبارة عن درجات حرارة، فأكيد يختلف. فهسه بتلاحظ هنايا اجعل الويت الثاني، اروح اغلق السبويزن. طبعا اللي اروح على نفس السبويزن الاول ليش اغلقه، اروح على الدراي مالته ايضا اخذه، عفوا هذا الدراي الاشهر الجافة او الحارة اخذهن ايضا، اسوي له كوبي واروح ارفقه ضمن الملف الخاص بالدراي 1. وهكذا تكمل لي باقي الملف الى الان، يعني شنو هي بياناتك الموجوده. هسه ارجع لنفس البيزن، عندي انوال انا حاسبته، اروح اطلع الانوال مال هذا البيزن الاول. تمام عيني، هاي كوبي، اروح ارفق البيزن الاول، تكمل لهذا الشيء لاربع محطات، لاربع بيزنات، العفو لاربع انا عندي اربع بيزن حسب منطقه دراستك كم بيزن بيها. هسه راح اسوي تقطيع قطع للفيديو بسيط بس اكمل، لاني حتى ما ياخذ وقت بالفيديو ويصير طويل اثناء اليوتيوب وممل. هسه الان كملنا البيانات الخاصه بالاربع فصول، يعني اربع بيزنات للفصول الرطبة، واربع بيزنات للفصول الجافة، واربع بيزنات نفسهم السنوي الهم. هسه درس منهم البوكس بلوت، يسمونه البوكس اند وكسكر. فهسه نجي شو نسوي حتى ارسمهن. اول شيء انا هذا الشيء يمثل لي، هذا هذين الارقام من هنا للاسفل يمثل لي السنوات، افرج كل سنة، هذا الشهر هذا افرج كل سنة. فشلون اسوي هاي من 1981 الى 2021، انا كم سنة عندي؟ تقريبا 40 سنة. فكل 10 سنوات اطلع لهم افرج، يعني ايش راح اسوي؟ اخذ ذولي اول 10 سنوات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 او 10 anything. المهم انت تقسم هاي الارقام، اي كوبي تروح تخليها بالاسفل هنايا، خاف تخطئ انا شوي عند هاي البيانات القديمة، هاي ديليت. اوكي اروح ارجع اسوي لهم كوبي مرة ثانية. هسه هنا حدي هنا اخذت كوبي، اروح انسخة جوا، انسخة هنا، هنا اجي اسوي لهم افرج. هذا خلي الغي كله، اقول له ديليت، هسه بعد ما اطلع الدنيا القيم افرج. هذا انا شلون اطلع لهم افرج؟ هاي مثل ما تلاحظ هناي اسوي اسكيب خروج، هنا انا اسوي equal average اي في
اختار الافرج انهين حد هناي، اقفل القوس اوكي. اروح هاي القيمة اخذلها كوبي انسخها على هذا الكل الموجود، صارت الافرج مال ذولي كلهم، هاي ما لك علاقة بيها صراحة، امسحها ان شاء الله. نجي لهناي هسه اخذ هذا الافرج، هذني شو مثل لي اول اربعة يمثل لي الويت، اخذهن اسوي لهم كوبي. تروح تسوي لي جدول مثل هذا، اتناقشت فيه بالمحاضرة السابقة اللي هي ايضا نفس الموضوع، تسوي لي مثل هذا، ايش تكتب؟ ويت دراي انوال، ويت دراي انوال، ويت دراي كم مرة؟ اربع مرات، لان انا عندي اربع سبيزنات، يعني ذني للسبيزن الاول، هذني كان للسبيزن الثاني، واللي بعدها للسبيزن الثالث، واللي باخيرات للسبيزن الرابع، تمام عيني؟ حسب انت عندك شنو الموجود، لازم تفصل، لان لو ما استخدمت هاي الطريقه ما يطلع لك، ما تقدر تسوي كوستمايز تخصيص المربعات باستخدام طريقه البوكس شارت، تمام؟ هسه اذا عندي اربعه، اجي على الاول ويت سيزون مال اربع سبيزنات، اختصره يعني اشيله واضيف الجديد، وين الجديد؟ هو هذا، هو انا هذا اللي اختاريته هسه ذني، هذني اربعه ويت، اخذهن اسوي لهم كوبي، اروح هنايا اضيفهم. تلاحظ طبعا الرسم هذا مالك علاقه بي اكيد، لانه يعني راح يتغير. نجي على الثانيات، لان كان للرينفول، فهسه كوبي اروح اضيفه بالدراي ضمن الثاني الاربع سبويزنات هاي. تلاحظ هنايا اروح للانوال الثالث هالشكل، هذا الانوال الثالث كوبي. هاي المحاضرة نوعا ما بالتفصيل الممل، يعني تفيد الباحثين جدا حتى ما يدوخ. هاي كملت ثلاث اول سبيزن، ارجع للسبيزن الثاني، العفو اول يعني اختياري من السنوات اخذت له ذني. اروح هسه انا لما توقفت لحد يا سنة اخذت اخر شيء 9.22، تمام؟ خل احذف ذولي كلهم. تسعة بوينت اثنين اثنين آخر رقم أخذته بالنسبة الأول، هذا تسعة منها أختار، لا على التعيين طبعا، أنا قسمت أربع بيز أربع، لا على التعيين، أنت تقدر تقسم لحتى يطلع، لأن أنت بكل الأحوال هاي السنوات راح تاخذها الأفرج بعدين النهائي، هنا يساوي وكذلك تكمل لي لأربع تقسيمات مال السنوات حتى ما يطول الفيديو. أنا سويت لك هسه أول خطوة، تمام عيني؟ وتروح الخطوات البقية تقسيم السنوات عليك تكملها إلى أن توصل للأخير. هاي إذا تلاحظ هنا، هاي أول أربعة كانوا من الويت، ثاني أربعة هاي إذا تلاحظ هنا، هسه نرجع للشيت الأول، هاي أول أربعة للويت، وكذلك تروح أيضا ترفقهن وين؟ ضمن هذا الجدول اللي سويناه، تروح هنا هذا أضيف الويت مالته، وكذلك تكمل البقيه. راح اوقف الفيديو دقائق على ما اكمل حتى ما يصير كلش طويل. هسه نرجع للفيديو، كملنا السبيزنات مثل ما تناولنا مسبقا، اقسم السنوات، اخذ كل فتره من السنوات واطلع لهم الافرج مالتهم وانزلهم هناي ضمن السبيزنات الاربعه، تمام؟ ذني اول اربعه قلت لكم انا لان قلت من الرئيسي فما عاد الونهم مره ثانيه وكذا، فهاي يسمي يمثل لي البيزن الويت، هذا النوع الثاني كان يمثل لي مثلا الدراي، الاخير الانوال الاربعه، فكل من كل من جبتهن هنا خليتهن. فهسه اريد اجي ارسم، شنو تجي تسوي؟ اول شيء تاخذ هاي بياناتك كلهن، خلي الغي هذا او علي احنا نسوي نو بروبلم، او تريد تلغي ايضا لا مشكله حتى تشوف الرسم على اصوله. هسه تجي هنا تختار تسلك هذا الرسم كله، اربع خيارات تسلكهن، تروح تقول له انسيرت، بعد الانسيرت تروح تضغط على هذا الخيار تقول له هذا البوكس اند بوكستشر، هذا دي يرسم لك اياه هنا، تمام عيني؟ هسه مجرد تعديلات بسيطه تكون على الرسم، مجرد تعديل. اول شيء تروح على الشارت اليمنت اكس، تريد تضيف بالبرايمري فيرتيكال، نعم، تروح ايضا كهوريزونتال ماكو داعي نضيف، ما نحتاجه، لان هو اصلا دا يعطيني التسميات من الاعلام من هنا. هنا شنو اسمي؟ اسمي تيبرتشر سيلزي تي
سيسي هاي شو تسوي؟ يعني مجرد تمضيدات بسيطة تروح انت تغيرها، مثلا تحدد انه 12 تايم نيو رومان، يعني هاي التفاصيل اللي احنا نسميها البسيطة مثل ما هنا مسوين. ارجع على السيليزي، بس خلي اضيفه بين قوسين. هاي هنا نجي الى كذلك هذا الخط الاسفل، اروح اغير مجرد ازيد السايز مالته حتى يكون واضح. هنا ايضا اختار او انطي بولد حتى يكون واضح. نجي على التقسيمات الداخلية مال التشارت تايتل، ما نحتاجه بعد. احنا اضيف ايضا اضغط عليه مرة ثانية، اروح للتشارت ديزاين، لازم اضيف له ليجنز، اضيفه بالاعلى حتى يكون يعني ثابت. ليجنز هذا اللي تلاحظ هنا انت عندك الليجنز، هسه نضاف بالاعلى. نجي على الرسومات الخاصة بالشكل، بتلاحظ هنا يا انت بالنسبة للسبايزن الويت سيزون من اللي يعني دي ياخذ الرقم الاعلى، يعني هاي الرسمة النهائية. تجي على الارقام هنا سوي نو لاين حتى يكون واضح امامك. نجي على الخيار الفورمات، تنطي فول اون لاين يعني شيب كشيب، اوت لاين شيب تختار له. اوكي نجي على هاي الاشكال الداخلية، دائما يفضل بالبحوث الحديثة انه يعني تختار هنا، تدخل على الخيارات اللي هنا تختار له نمط، وينطيك مجموعة من الانماط. هنا هسه الاول تختار له باترن، اكو خيار اسمه باترن، هذا هسه تلاحظ هنا الاول، عندنا الثاني جرادويت، هنا باترن بي اوصلت. فهسه نجي هناي ومن هذا الخيار اكو خيار اسمه باترن، هذا الباترن يعطيك الرسم والتهشيرات تكون بال يعني الـ مثل ما نسميه هسه الشادو باترن، باترن انماط، بعدة انماط، يعني رسم الانماط يكون افضل ويفضل بالبحوث ايضا، يعني افضل من الـ من الـ الاعتيادي، هذا التلوين الاعتيادي. تبقى هاي التنضيد النهائي حسب يكون شيء راجع لك اكيد. فهسه تبقى الاشياء التحليلية، اروح على اضغط واحد واحد، قلت لكم يفضل بالبحوث دائما انه يستخدمون الالوان الاسود وابيض وتدرجات الباترن الانماط. تروح على هذا الخيار اللي مجرد ما تضغط عليه يطلع لك السيريز اوبشن، هذا الخيار تروح عندك نوعين بي فول وبولدر. هسه على البولدر تروح تنطي سوليد لاين، والسوليد تنطي لون باللون الاسود، تمام؟ هسه تمام. نجي على الفول، هالثلاثتهم نجي على الفول، تروح على نمط اسمه باترن، الباترن بانماط، طبعا بالمناسبة اختار اول شيء اللون يكون بالاسود، تمام؟ عندك هاي الانماط، خلي نميز مثلا هذا الاول ان النمط كذا، تمام عيني؟ خلص هاي هي. نجي بقى اكسكلوف، انكلوف يتضمن الميديوم لو ما يتضمن، هاي الكواترال كالكوليشن اذا يتضمن او ما يتضمن، هاي بعد يعني حسب مثل ما نقول الرسم الاعتيادي. هسه هنا دا يتضمن، اذا اختاريت نفسهن وقلت له بدون اكسكلوف، يعني هاي نتائج نهائيه مثل ما نقول اذا قلت له اكسكلوف لا تتضمن للميديوم. هسه نجي على الثاني كذلك، نروح على هذا الخيار نقول له اول شيء اذا فل اختار لي اول شيء، روح على البولدر الحدود مالته تختار له باللون الاسود. خلاص نجي على الباترن مالته اللي هو الفول املائه، ننطي فد نوعية مثلا كذا كأن تكون، تمام؟ او هالشكل. بعدين نروح على الثالث اللي هو هذا، نروح على البولدر مالته ننطي سوليد لاين، نروح على الفول مالته ننطي باترن انماط، وننطي مثلا هذا النمط. بعد الاخير والرابع هذا هو، ايضا ننطي بولدر سوليد لاين، بعدين نروح على الباترن وننطي عندنا الخيارات كأن يكون هذا الخيار مثلا، تمام؟ هاي الصيغة قدرت انه انا اميز هذا السبايزن الاول هذا الثاني. تريد تغير نوع السبايزن الاول انت مختاره هنا، تنضيف اي نوع ثاني كأن يكون كذا حتى يميز عن البقية. هاي السبايزنات وهذا الرسم الاعتيادي هالتمبرتشر. نجي لازم ابين هنا شلون انه الخطوط احنا نسميها التكس،
فتروح لهناية، حدد هذا الخيار access option، تمام، تروح على هذا التيك ماركس، تريد هنون الميجر لو انسايد لو لا تختارها اوتسايد. بعد ما تختارها اوتسايد تروح تنطيها بولد من هناية، تنطيها سوليد لاين، تمام، هاي اعطيتها سوليد لاين. الكلر انطيته هي الويدث مالتها تقدر تزيد بيها كأن يكون هسه هاي واحد، لاحظ هناية، او تقدر ترجع على شنو القيمة، بس المهم تنطي القيم نحو الاسفل او الاعلى، نشي الداش يعني كذا. هاي الامور ترتيب، يعني مثل ما نقول احنا نسميها مجرد ترتيب نهائي. ان شاء الله اتمنى يكون هذا الفيديو جدا يفيدكم، خاصة ارجع واقول للباحثين، لانه العديد من المشاكل احنا نواجهها ممكن نستغرق بها وقت طويل جدا حتى نحلها، فهذا الأمر إن شاء الله راح يسهل لكم. ألتقيكم بفيديوهات أخرى أيضا إذا كانت عندنا مشاكل بحثية ونجد لها الحلول، إن شاء الله نطرحها كفيديو حتى إحنا نستفاد وأيضا الباحثين الآخرين اللي يوقعون بنفس المشكلة يستفادون، وخاصة من ما نلقى لها فد يعني نوعا ما شرح باللغة العربية. يعني أنا بحثت جدا كثير إنه شلون أنا أخصص المربعات بطريقة البوكس أند بوكستشر اللي هي تعتبر من الطريقة الحديثة جدا لرسم البيانات، يعني قلة جدا يتناولونها، جدا يعني قليل إنه يتناولون هاي، وشون أنا أقدر يعني هم يستخدمون الطريقة الاعتيادية إنه يرسم لك رسم واحد، لكن لا، أنا إذا أرد أرسم أكثر من ستيت ضمن الرسم، الجاب تقدر تتحكم بي بين كل وحدة ووحدة. فإن شاء الله ألتقيكم بفيديوهات قادمة بإذن الله. إذا عندكم سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة. دمتم بأمان الله وحفظه.